مكرم والسياحة تنتعش وكل حاجة جميلة. هو ايه فيهم لغاية اللحظة دي وقبل اسبوع احنا ما عرفش ايه الحكاية. الاستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. ايه اخر حاجة في موضوع ترافيس سكوت؟ طب خليني ابدأ معاك بأول حاجة، بس عايز اقول لك ان انا معاك في المركب دي. اجدع ناس. ايوه تمام. ايوه عشان نبني شكل المكالمه والمداخله، انا بحبك وانت عارف انا بحبك قد ايه وبحترمك وبحترم الناس. ربنا يخليك. اسمح لي ان انا اخد مساحتي معاك. اتفضل. في امور كتير قبل ما نقول اخر واول، لازم اشرح لحضرتك ان مثلا لو جينا دورنا على اللي حاصل دلوقتي، اللي حاصل موقفنا، الموقف ده موقف طبيعي جدا حاصل من النقاب. انت وارد جدا يا استاذ عمرو، وانا اعلنتها مش بخبيها. انا اعلنت ان انا مش من الناس اللي بتسمع الراب ومش شاطر في الراب ولن يستهويني الراب، فبالطبع مش هبقى عارف كل الناس اللي بتغني راب، اضافه الى معظم الاعلاميين كمان زملائنا كلهم قالوا قبل ما نطلع بياني ده، قالك ما نعرفش مين ترافيس. طبعا طبعا اولادي بيحبوهم، اولادي عارفينهم، بس انا مش شارك اولادي في امور النقاب. فاللي حاصل دلوقتي ان ممكن حضرتك جدا تستضيف او الاعداد يقرر استضافه شخص ما، وهو في الطريق ليك يتقال لك خلي بالك منه لان فيه وفيه، فانت تقول لا ما تقلقوش يعني انا عمرو اديب انا اعرف ادير، فيقول لك لا اتفرج عليه في برامج تانية اهو كان عامل مصايب وكان عامله بالفيديو موثق وكان مقبوض عليه وكان، فانت الطبيعي جدا ان انت هتتنحى عن الاستضافه دي. طيب لازم تعمل